لم يكن عبثا أن لقبت بابنة غرناطة، فشمس الأندلس تطل عليها كل صباح. مدينة تطوان ضرب لها القدر موعدا مع التاريخ، حين عبر إليها القائد أبو الحسن المنظري ومعه آلاف المطرودين من الأندلس. قبل 500 عام وجدوها مهجورة فعمروها، منحتهم الأمن ومنحوها روح الأندلس، فكان الامتنان متبادلا. ابن الأحمر سليل إحدى العائلات الأندلسية العريقة، كان جده الأكبر من أعيان غرناطة قبل أن تتقلب أحوال المسلمين هناك ليهاجر إلى تطوان، وفيها وجد المستقر والأمان. فهناك من نزح قبل السقوط، ولما استقروا بتطوان نظرا لظروف عيشهم مثلا كالمهن ديالهم، فهم نزلوا بالمدينة وكانوا يؤكدون على تسميتهم ابن الأحمر الأندلسي التطواني. هكذا اكتست تطوان حلة أندلسية، فكل شيء فيها يذكر بالفردوس المفقود، معالمها التاريخية وعاداتها وتقاليدها وألقاب أسرها الأندلسية وطبعا معمارها. كانت تطوان كذلك نسخة فريدة من المدن المغربية بحكم أنها استنسخت بها حضارة الأندلس من حيث المعمار، من حيث الأسوار، من حيث الزخارف، من حيث الأبواب، من حيث النقوش. ما تزال تطوان إلى اليوم تحتفظ بمنازل الأندلسيين القدامى التي بني أغلبها على نمط بيوت غرناطة، حيث بساطة الخارج تخفي رونق الداخل وزخرفه. هنا داخل المدينة العتيقة لا يشي ظاهر البيوت البسيط بأن وراءها زخارف وأقواسا ونوافير للمياه العذبة.